thank you الملايين يعيشون في خطر الجفاف والفقر يهددان حياتهم الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم يمكنك إنقاذ حياتهم زكاتك تصل إليهم في أربع وأربعين دولة لتكون غذاء علاجا عملا قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم زكاتك في أيد أمينة روحك امانه البس الكمامه عشان ولادك الصغار الزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين عقم الايدين عشان اصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول الوقايه افضل الحلول اسمع من الحكومه الكلمه لين ما تمر هالازمه هذه الرساله برعايه كنار تي في صوت العرب من كندا مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا جمال الصحة مبارك عليكم العشر الأواخر من تهنئة مني شخصيا ومن ار تي في صوت العرب من كندا أنا محدثكم جمال الشريف واليوم حنتحدث <applause> عن موضوع مهم جدا 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 وهو السؤال الذي يطرح بال كثير من الناس هل يمكن أن أصاب بفيروس كورونا مرتين؟ أم لا طبعا خلينا نبدأ في بداية قد تكون مقدمة لهذا الفيروس هذا الفيروس اللي طرق أبوابنا قبل عام ونصف تقريبا وخلال هذا العام والنصف والعلماء يدرسوا هذا الفيروس منهم من سماه بالفيروس اللعين منهم من سماه بالفيروس الخبيث منهم من سماه بالفيروس الغريب آه هذا الفيروس فعلا غير كثير في المفاهيم في عالم الفيرولوجي او عالم الفيروسات واعطى كثير من الطرق الجديده لاستخدام بعض الاجهزه والادويه التي لم تكن اصلا مستخدمه والطرق مثل ام ار ان وكثير من هذه الامور. آه وجود هذا الفيروس آه جاء فجأة ولم يكن يتوقع احد ان ياتي مثل هذا الفيروس، مع العلم ان كثير من الفيروسات موجوده وسياتي غيره وهذا شيء ليس بالغريب في علم الفيروسات لانها تتطور بشكل غريب، وما نراه في نفس هذا الفيروس انه يتطور ويتمحور ويغير من صفاته الجينيه ويعطي صفات اخرى بحيث انه يصبح اكثر ذكاء في طريقه دخوله لجسم الانسان واحداث مشاكل او مضاعفات اليوم معي وبكل سرور صديق عزيز صديقنا الاستاذ ماجد جرار اهلا وسهلا فيك على كنار تي السلام في عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا دكتور جزاك الله خير على المبادره الطيبه وعلى البرنامج الطيب اللي بتقدموه رمضان مبارك طبعا اول سؤال راح يسالون الناس انت جايب لنا شيخ عشان يحكي عن الكورونا الموضوع غريب بس لانه الاستاذ ماجد مر في مرحله قد تكون ليست بالغريبه لانه حنحكي عن النسب والاحصاءات انا طلعتها اصيب مرتين بفيروس كوفيد 19 خلال فتره وجيزه فسنتحدث معه عن ما حدث معه وحنسأله شوية أسئلة شرعية بما أنه موجود معنا اليوم عشان نستفيد من خبراته ما شاء الله الأستاذ ماجد سريعا نعرف بفيك أنت مدرس في جامعة أوتوا يو بدرس انتربرنورشيب وأيضا صحيح؟ نعم نعم وأيضا إمام كنت إمام سابق لمسجد أوتوا الكبير والأمان إمام في بعض المساجد في مدينة أوتوا وايضا انت مدرس في معهد سراج للعلوم الفقهيه في مدينه في هو في مدينه اوتوا صحيح الاصل تبعه صحيح ما شاء الله عليك وال 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 والشيخ ماجد يعني اشهر من نار على عالم في اعماله التطوعية والعمليه انه بيساعد وهذا يمكن من الشغلات اللي بدها تفتح لنا الاسئله. خلينا نبدا شيخ ماجد في سؤالي الاول سريعا بديش اسالك العمر بالذات لانك انت ما شاء الله شباب بس الفئه العمريه من 30 ل 40 40 ل 50 عشان الناس تعرف انه هل فقط الكبار السن يصابوا ولا الشباب يصابوا ايضا؟ <applause> الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله انا لم ابلغ ال 40 بعد اذا بين في, في, الثلاثينيات من العمر وهي فئة تعتبر من أفضل الفئات عمرا شبابيا وجسديا لأن الجسم بيكون متطور ومع <applause> ذلك <applause> شيخنا الجليل اصيب بهذا المرض الحمد لله تعافى ونتمنى له دائما الصحه والعافيه مجال عملك دكتور هل انت تعمل فقط من المنزل ام تذهب للخارج وتتقابل مع اشخاص والله شوف يعني هو انا طبعا بسبب الكوفيد يعني تغيرت جداولنا أكي اكيد للجميع يعني الموضوع فاكثر عملي هو من البيت اكثر اللقاءات اللي انا بلتقي فيها مع الناس حتى يعني لقاءات اللي بنعمل كونسلنج اللي هو يعني التوجيه النفسي توجيه الارشاد الاجتماعي والديني يعني اغلبه صار عن طريق الزوم لكن طبعا عندنا صلاة الجمعة يعني يعني بخطب في الناس من المسجد فهذه يعني على الأقل عندي الانتظام الأسبوعي أحيانا بيكون في ترتيبات سواء لمتعلقة بوفاة أحد من الإخوة أو الأخوات في المدينة يعني ترتيبات الجنازة أو غيره أو مسائل متعلقة يعني تضطرني الى الخروج آه، فيعني هذا الموضوع عندي آه، بحاول قدر المستطاع طبعا يعني متابعه للسلامة نعم بعرف ايضا انك تتطوع كثيرا في امور خاصه بما يهم الجاليه والفود بانك والصدقه بانك والامور هاي لو تحكي لنا برضه هاي هل اثرت عليك ولا لا؟ الله يبارك فيك طبعا يعني يعني احنا بنشوف يعني نحاول نساعد آه ايش ما كان يمكن مساعدته في عنا برامج خلال يعني السنه الاخيره برنامج اغاثي من اللي هي يعني مظله اللي 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 مظله الاسلاميه لكل المساجد في اوتاوا اسمها اليونايتد مسلم اورجانيزيشنز اوف اوتاوا جاتينو يو ام او جي اللي هو اتحاد الجمعيات الاسلاميه في اوتاوا جاتينو آه ويعني خلال هذه السنة اللي فاتت، آه يعني حضروا... آه آه يعني... آه بضعه الاف من الصناديق الغذائيه والشنط اللي هي فيها المواد الضروريه يعني الشخصيه وبوزعوها للمحتاجين يعني مسلمين او غير مسلمين فبيكون يعني جزء من الأحيان من التطوع انه بطلع اوصل بعض هذه الصناديق يعني وافراد كثير طبعا من الشباب والاخوه والاخوات يعني اللي بيساهموا في هذا التطوع جزاهم الله خيرا يعني. طب شيخ ماجد متى اول مره شعرت فيها بسيمتومز وتاكدت انك انت مصاب بالكوفيد المره الاولى كان في شهر اكتوبر كان لما يعني في اوج الازمه الموجه الثانيه يوم اكتوبر 27 28 كنت بجهز لصلاه الجمعه كنا في المسجد وأذكر يعني حتى تحديداً أنه إحنا في مسجد أوتوا كنا مد مسألة أنه فتحنا ال ال الكنيسة المجاورة اللي اشتريناها الحمد لله يعني المسجد اشتراها من بضعة سنوات حتى نفتحها فيصير أنه في قاعتين للصلاة فنضاعف عدد الناس اللي يقدروا يصلوا يعني معايير السلامة أظن وقتها كان عندنا 30% مسموح الكباسيتي ف30% في المسجد 30% في الكنيسة آه، فكنا بنربط يعني الـ فايبر اوبتيك الحمد لله سويت لهم يعني كنت ساعتهم في انشاء شبكه آه لنقل الصوت والصوره ببث مباشر آه، واثناء التركيب هذا والنقل وكذا مع طبعا كنا لابسين الـ 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 يعني ال طيب. شو اسمه الكمامه وحتى الواقي هذا الغلاف الشيلد يعني على الوجه أم فانا واثنين او ثلاث من المتطوعين كنا عم ننقل في لحظه من اللحظات وانا عم بنقل طاوله مع احد من الاخوه أه اللي هو المتطوعين في المسجد يعني يعني كانه يده مست يدي هيك واحنا عم نحمل الطاوله أه يعني مسكنا نفس الجزئيه وبعدين سحبت ايدي سوا سحب ايده وضلينا ماشيين أه وفي وخلال لحظات بعدها سبحان الله عارف كيف هذا الشعور النفسي عيني صارت تحكني فنزلت انا لابس كفوف ونزلت من تحت الـ الـ هذا ال الغذاء يعني شو اسمه القناع وحكيت عيني بايدي وبعدين تذكرت في لحظتها انه سبحان الله كان مفروض اه اه ما احك عيني اللي اه كان مفروض حتى لو انا لابس اه يعني جلوف حتى لو لابس قفاز كان مفروض اه اغسل او اعقمها لانه لسه ماسك ايد حد ثاني المهم قدر الله ما يعني ثاني يوم سبحان الله العظيم بدات السعال والاعراض تبدا من صباح الجمعه يعني فما رحت على المسجد واخبرتهم ورحت توجهت لمركز الفحص الأعراض طبعا تفاقمت بشكل سريع جدا حرارتي ارتفعت وصار عندي يعني آلام في المفاصل وكذا والحمد لله يعني عملت عملت الفحص وفي نفس اليوم اخبروني انه صار عندي حاله بوزيتيف يعني تاكيد للاصابه اللامسة اخي ماجد انت اكيد اصبت سابقا في في انفلونزا عاديه يعني بتمرت علي علينا كلنا <applause> لو تقارني المرة الأولى بإنفلونزا عادية، هل كانت أقوى أم تقريبا مشابهة؟ هو شوف يعني طبعا لا خلاف أنه كل إنسان بيختلف في طريقة يعني تجاوبه للمرض أو أو يعني مناعته وغيره، بس أنا إذا كنت يعني أحاول أوصف لك إياها فحقيقة إن هذا الكلام يعني أنا حتى قلته للناس وقتها، شعرت كأنه لو لو اجت كل الانفلونزات اللي يعني اصبت فيها في العالم في تاريخ حياتي واجتمعت كلها وانضغطت كلها في يومين يعني هذا هذا كميه الاذى يعني انا سبحان الله الحمد لله يعني بتحرك وعندي نشاط وكذا خلال يمكن هاي ال 12 ساعه يعني مع بدايه ظهور الاعراض لما وصلت انا واقف في في الطابور لل انتظار طبعا في تباعد حتى اخذ الفحص في على برونسون في برورز بارك ما استطعت الوقوف يعني جلست على الارض صرت دخت جدا ف احد المتطوعين يعني ممرضين وسالني وكذا وانا لسه على امامي سبعة ثمانية يعني وجابوا لي سبحان الله حتى كرسي حتى اجلس عليه بطلت يعني بطلت اقدر حتى امسك رجلي يعني سبحان الله العظيم او يعني اقف لحالي فيعني فعلا شده المرض كانت في اكتوبر بالذات كان يعني جدا 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 مؤذيه مؤلمه الصداع والالم وبفضل الله الحمد لله يعني ما ضل عرض من الاعراض اللي <applause> سمعت بها او لم اسمع بها عن الكوفيد الا وحصلت لي سبحان الله, الله. من من الطفح على الجلد والصداع وذهاب الشمس الشم والذوق يعني كل انواع يعني ما راحت عليك المناسف هذا <applause> <applause> الله ما لك انا بعرفك بتحبها انا بحبك <applause> الله يحفظك الله يبارك طيب العائله كيف العائله كانت خلال المرحله الاولى هل اصيبوا ولا لا؟ فهو للاسف يعني لانه طبعا يعني بدايه السعال وكذا ما ما كان خطر ببالي الامكانيه حقيقه فانا ما بديت اعزل من الاسره الا لحد ما اخذت عملت الفحص لما رجعت على البيت عزلت عن الاسره لكن أه بسبب الاختلاط قبلها أه بعد يومين الاسره كلها اصيبت بالكوفيد ظهرت عليهم الاعراض كذلك أه يعني سبحان الله العظيم يعني احنا في فتره يمكن يوم او يومين يعني أه ال البيت كله تحول الى أه من بيت يعني مليء بالصحه الى بيت مليء بالمرض والحمد لله رب العالمين زوجتي والاولاد الثلاثه والوالده الله يحفظها كنا كثير قلقين عليها بالذات يعني عشان الفئه العمريه اللي هي فيها أه لكن يعني الحمد لله يعني أه ربنا لطف والاعراض تاعتهم ما كانت بالشده أه اللي كانت بالاعراض تبعتي أه والحمد لله يعني كانت يومين وخفت عنهم أه اغلب الاعراض بفضل الله الحمد لله طيب أه إذن اذا بنهايه اكتوبر نحكي احنا ميد نوفمبر 20 نوفمبر مفروض كنتوا تعافيتوا كلكم كلكم صرتوا تمام صحيح نعم نعم الحمد لله, لله. هل توقعت هل توقعت اخي ماجد انه تصاب مره اخرى؟ آه طبعا لا سبحان الله انا سالت يعني انا المره الاولى كانت شديده لدرجه انه انا في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من بعد الفحص الايجابي انا دخلت المستشفى فيها آه ويعني هاي الاربع ايام يومين منهم انا طلعت ودخلت يومين بتت فيهم في المستشفى سالت الاطباء على مساله المناعه وعلى مساله كذا هم في وقتها اخبروني كيف انه يعني انا بحكي في الاي ار ER في الطوارئ يعني الاطباء في الطوارئ بيحكوا لي ان هم في حياتهم وفي طبيبه كانت يعني مشرفه علي في لحظة في وقتها في احدى الاوقات يعني بتقول انا انا طبيبه في الطوارئ صار لي اكثر من 40 سنه ولم اسمع او ارى في حياتي مرض أه بهذا يسموه اجريسيف بهذا العنف أه في الانتشار يعني أه وكذلك انه يعني كونه انه هو أه ليس له اطار ليس له باترن ليس له نوع او او طريقه انتشار أه محدده أوه. بحيث بحيث انه احنا في الموجه الاولى كان يركز على كبار السن واحنا الان في الموجه الثانيه الكلام في اكتوبر 2020 وصرنا نشوف شباب هي بحسب كلامها يعني مفتول العضلات مليء بالحيوية ما عنده أي مرض سابق يدخلنا عمره 25 سنة ما مش مدخن يدخلنا عمره 25 سنة وبعدين صار عنده تلف 60 70 80% تلف دائم في الرئة بسبب الكوفيد يعني بدخل في حالات شديده بدخل في الانعاش وشباب في العشرينات وفي الثلاثينات سبحان الله وحتى ذكرت لي انه في بعض بعض الشباب ممن هي بنفسها يعني قامت على رعايتهم اصيبوا بالكوفيد في شهر ثلاث واصيبوا بالكوفيد مره ثانيه في شهر عشر فكان سبحان الله يعني حتى لذلك الوقت ما كان في دراسه طبيه تؤكد اي نعم كثير ناس بيقولوا انا اصبت مره واصبت ثانيه بس ما كان في دراسه طبيه تقول انه بالنص هذا الانسان شفي أه وبدات تطلع فعلا انه هي الحالات انه الانسان أه يعني أه يعني حسب كلامهم وقت اذن انه انا لما اخلص هذا الكوارنتين والعدوى هذه أه فانا بكون عندي مناعه أه تقريبا لشهرين ما كانوا متاكدين أه قالوا شهرين قالوا اربع شهور قالوا ست شهور سمعت هذا من اطباء مختلفين يعني أه وسبحان الله العظيم يعني حتى انا ذكرت كذا مره ضاحكا مرات يعني بروح اساعد ناس او كذا أه فانا مثلا عم بنقل اكياس او كذا فالشخص ممكن يتراجع خطوه او يعني بس عم بوصلهم حاجه فبقول له لا تخاف انا يعني اوريدي اصبت بالكوفيد فعندي مناعه خلص اه بالضبط يعني فصار عندي مناعه لا تخاف مني سبحان الله ويعني والعياذ بالله انه تكون طلع خرجت الكلمه يعني ايش يعني بطرا او كذا وسبحان الله يعني بعد ست شهور أه حصل أه اللي يعني ما كنا لم نتوقعه اصبت اي نعم في شهر أربعة هذا اللي فات الحمد لله أنا طب عرفت من وين الاصابه زي هذيك المره ولا هلا انا لازم يعني كنت لازلت اخطب من المسجد أه واوصل اغراض فهو يعني احداها غالبا <applause> وربما كذلك الاولاد رجعوا للمدارس فربما يكون حدا من الاولاد جابها المدرسه ما بنعرف حقيقه طب لا أه بناك برضو برضه اصيبوا المره الثانيه لا الصراحه فعلا احنا رحنا في المره الثانيه من اول ما بدا عندي اول عرض انا عزلت تماما عن الاسره اه ورحت فحصت وطلعت فعلا عندي نتيجه ايجابيه والاولاد والاهل اللي هم كلهم كانوا ايجابيين في المره الاولى راحوا فحصوا وحصلوا نيجاتيف الحمد لله ما كان عندهم اه نتيجة آه, لكن انا في المرة الثانية فعلا آه, هم ذكروا لي انا في المرة الثانية اللي اصبت فيها اللي هي في الموجة الثالثة يعني الشهر الماضي آه, ذكروا لي انه هي المسألة انه آه، انه انا اصبت بأحد ال 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 احد الـ يعني المتحول <تضحة> إيه، نعم التحولات الجديدة للكوفيد اللي هو اكثر انتشارا اكثر سرعة في الانتشار تفشيا يعني بس انا سبحان الله العظيم يعني اذكر له يعني في المره الاولى انا يعني اذكر الخطا اللي قمت فيه وكاني يعني في بالي هو هذا الخطا اللي يعني اصيت بسوي والله اعلم لكن المره الثانيه انا الاسبوع اللي قبل الكوفيد يعني يعني بأعطي لنفسي عشرة على عشرة بكل ثقة إنه ما يعني مست إيدي لا, لا كيس ولا حتى حتى جبت يعني حتى لما ادخل المسجد امسك باب شو اسمه المدخل الباب تاع المسجد المقبض وكذا يعني في المطهر بجيبي وبطهر ايدي قبل وبعد ما امس اي شيء سبحان الله بطلع على المنبر بطلع هذا يعني ما ولا ولا مره سبحان الله حصل شيء يعني ممكن خليني اشك انه انا اخطات لكن سبحان الله يعني لا كيف ما نقول احنا لا يغني حذر من قدر ما بعرف كيف صار سبحان الله والله اعلم يعني بس قدر الله ما شاء فعل وكذلك اصبت ورجعت الاعراض والحمد لله رب العالمين الحمد لله اعراض المره الثانيه الاصابه كيف كانت اهون ولا اكثر؟ الحمد لله شوف هي, هي كانت اطول الفتره يعني الايام اللي استمرت فيها لكن كان ما كانت بنفس الشده ما وصلت للشده اللي استدعت اني اروح للمستشفى الحمد لله ويعني وحتى الاطباء اللي كلمتهم كانوا يعني بيحاولوا يخففوا عني يقولوا لي انه هو حتى مع مرور ست شهور لابد انه في لا تزال هناك اجسام مناعيه من المرض الاول وحتى لو هو ستراند متغ... متحول جديد الاجسام المناعيه الاولى يعني ممكن تتعرف على على التحول الجديد هذا لانه هو نفس يعني الاصل تاعه فممكن تخفف عنك الاعراض يعني والله اعلم يعني فلعل الله يعني الحمد لله يعني كانت تيسير من رب العالمين ما كانت بنفس الشده نعم طبعا انا حضرت شويه ستاتستيك وجدتها بعد اذنك انتظرها. الصين في البدايه اول ما صار عندها الفيروس اعلنت انه 24% من الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس قد أصيبوا مرة ثانية، 24% يعني ربع عدد الناس، بس الاستاتستيك كانت قليلة لأنه النسبة كانت رقم، الرقم قليل جدا. النسبة العالمية الآن تقول أنه 14% من الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا من الفيروس أصيبوا مرة أخرى، 14%، هذه آخر نسبة موجودة. نعم. ولكن 30 إلى 40% من الاشخاص عندهم قابليه انه يصابوا بالفيروس مره اخرى اذا تحور هون الفرق 14% بنفس الفيروس يعني اصبت مثلا بالمتحور البريطاني قد تصاب في مره ثانيه ولكن اذا نظرنا الى المتحور الهندي او البرازيلي او ساوث افريكان راح يكون نسبه الاصابه من 30 الى 40% وهذه نسبه عاليه يعني تقريبا نصف نص الاشخاص نص الله السلامه فعلا موضوع رابع. نعم موضوع خطير فعلا لل... الله يسجد. وللاسف اللي احنا شايفينه الان مع اخواننا في الهند وال... واللي عم بيصير غاد ال... اللي شكله الفيروس عم بيزيد من خطورته بيزيد من سرعه انتشاره وللاسف وجدوا في انتاريو بس عشان الناس تعرف انه في حوالي 40 حاله من هذا المتحور الهندي وجدوه الان في مقاطعه انتاريو وجدوا بعضها في اعتقد اربع حالات في بريتش كولومبيا واربع حالات في كيبيك عشان هيك وجب الحذر حتى الاشخاص اللي اصيبوا تعافوا من الكوفيد ربنا يديم علينا وعليكم الصحه والعافيه يا رب اجمعين امين اخونا ماجد بما انك فقيه او بدناش نحكي فقيه بلاش تزعل منا انا عارف انك ما بتحب هاي الكلمه لكنك رجل تقرا في الفقه ومثقف جدا وامام في مساجد اوتوا اردنا منك انه نعرف بعض الشغلات الشرعيه في موضوع الحفاظ على الصحه نعم. سؤالي الاول يمكن استنبطه من الايه اللي, اللي واضحة من احياها او من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا نعم. ما حكم الشرعي للشخص اللي بيحاول انا ما بحكي مرض او ما مرض بحاول وبعمل جهده انه يحافظ على صحته وصحه عائلته وصحه المجتمع هذه مهمه انه ما ينظر فقط الى صحته وصحه نفسه بل صحه المجتمع ويمكن البشريه كلها ما هو الحكم الشرعي في هذا الشخص؟ هل هو يثاب على ذلك اذا وضع نيته صادقه لله سبحانه وتعالى؟ الله يجزيك الخير هو انت يعني ما شاء الله عليك جبت الايه الصحيحه بالمره الاولى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا الاصل فيه طبعا هذا اصل شرعي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار معناه انه احنا أه يعني لما ننظر في المسائل ما ننظر المسائل اللي لا ما بتجيب الضرر لانفسنا ولا انه احنا نجيب الضرر للاخرين والقاعدة الشرعية من القواعد الخمسة يعني الأصولية الكبرى القواعد الفقهية الكبرى انه الضرر يزال يعني ينبغي على كل من استطاع ان يزيل الضرر ان ان يزيله وطبعا يعني الاسلام دين كما هو معروف يعني دين اجتماعي بشده ودين مبني على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحاديث النهي عن المنكر والامر المعروف باليد وباللسان وبال بالقلب يعني معروفه جدا ومستفيضه فمساله أن الـ... الان نصوص صريحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل متعلقه بالعدوى وبالمرضى بالطاعون وبغيره انه المريض اللي المعدي لا يزار ولا يزور وانه الدوله اللي تفشى او البلد اللي تفشى فيه الطاعون آه لا يدخل لها الناس ولا يخرج منها الناس آه وغير من هذه المسائل يعني اللي آه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الفقهاء حرروها يعني في كتبهم آه باستفاضه آه فطبعا السعي في هذا في هذه المساله يعني عندنا في أئمة الفقه في المذاهب الأربعة بيتكلموا في مسألة وجوب يعني ممن تكلم منهم في مسألة وجوب صلاة الجماعة أو أنه استحبابها قالوا في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة قالوا المرض وكذلك ذكروا عقبوا عليها وقالوا خشية المرض كسبب يساوي المرض نفسه فالإنسان إذا كان في مكان فيه طاعون أو كان هو مريض أو كان يعني يخشى انه هو ان خرج من البيت الى هذا فالخشيه نفسها يعني تاتي محل او غلبه الظن تاتي محل الحق او الحقيقه في مسائل متعلقه في الاعذار المبيحه لترك صلاه الجمعه والجمعات فطبعا سبحان الله الموضوع موجود في ديننا والانسان يثاب على على التقوى هي في الأصل كلها تعريف التقوى هي أخذ الحيطة والحذر يعني, يعني معروف في هذا فالإنسان يثاب على أنه هو يأخذ الـ 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 يعني بالأحوط ويأخذ بالأورع ويحافظ على نفسه ويحافظ على من هم حوله ممتاز وطبعا موضوع الكرنتين اللي إجى بعد بعد فتره ودخل الطب بشكل عام وصار احد مبادئ ديزيز هو جزء من ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع طاعون عمواس وفي هذه الفتره طب سؤالي الاخر ما هو الحكم الشرعي لشخص يعلم يعلم انه مصاب ولكن تكاسلا و عدم يعني عدم اهتمام خرج وادى الى عدوى الاخرين طبعا هو ما عرف مين عدا او ما عدا ولكن قد عدى احد الاشخاص ما هو الحكم الشرعي في شخص مثل هذا حكم الشرعي او او يعني ما رايك <applause> <شخصي. نحلي تصفيق> ما هو انا هذا خلينا نحكي على الحكم الشرعي عشان ما احكي برايي الشخصي بس الله يحفظنا ويحفظ يعني احنا شوف الاصل في الـ يعني الاصل في في الدين انه الانسان يكون عنده نوع من المسؤوليه تجاه نفسه تجاه من هو حوله شيخنا ما لانه الايه نفسها بدايتها بتحكي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا يعني صحيح, صحيح نعم يعني احنا احنا ما نتكلم عن القتل احنا نتكلم الان عن العدوى مجردها يعني بس انا بحكي من مبدا من مبدا التاصيل هي مساله بلا خلاف احنا بنتكلم عن هذا الموضوع هو موضوع متعلق بغياب المسؤولية الفقهاء طبعا يعني دائما يعني واحد يتعلم من سلف الأمة ومن فقهاء مسألة التورع ومسألة يعني عدم القفز إلى التأثيم أو التكفير أو التبديع ويعني إعطاء الناس الأعذار وإلى آخره فما تجد يعني الفقهاء يتقافزوا الى انه اتهام الشخص بانه هو خلص يعني سوى مصيبه كذا لكن بيقولوا طبعا انه هذا الموضوع مكروه كراهه شديده ويعني لا يكاد يختلف يعني الفقهاء على مساله الكراهه الشديده في هذه المساله وقليل من الفقهاء ذهب الى الحرمه ويعني افتى بها من من فقهاء الاحناف وغيرهم في مساله انه هو من مثلا من خرج من بلاد الطاعون عالما انه هو عنده مش بس عالما عنده المرض حتى لو هو ما كان عنده المرض لكن عالم انه هو كان محيط به المرض وخرج به الى مكان امن بعض لغير حاجه طبعا او ضروره بعض الفقهاء قالوا فيها بالحرمه وطبعا يعني هذا الموضوع بغض النظر عن كونه محرما او مكروها إحنا بنتكلم عن المساله من ناحيه الادب ومن ناحيه يعني اخلاق والمسؤوليه المجتمعيه ما يعني ما بيرضى يسوي هيك لو يعني يروح يزور امه وهو مريض او يروح يزور خالته او خاله كبير السن، فما بالك بطبعا طبعا سبحان الله يعني هذه المساله مهمه جدا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاعده عامه حتى في كل الاديان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مصبوط. دكتور احمد بيقول لك قصاص عليه. <applause> قصص <applause> هذا هذا قصاص هذا بالرأي الشخصي بس, بس <applause> <دل. أوكي حلص تصفيق> بلوحد، بلوحد، طبعا بالمناسبة <applause> على فكرة يعني العلماء تكلموا في هذه المسألة ومثلها من المسائل اللي هي يعني الفقهاء ما لهم ما ما بيقدروا طبعا من جيبهم يطلعوا بكيس ويقولوا هذا فيه خصاص شرعي معين، لكن اجازوا في هذه المسائل الانسان اللي هو يضر بالمصلحه العامه، اجازوا للحاكم التعزير، التعزير هو يعني يكون يسبب في مثلا خلينا نقول مثل ما نرى مثلا سواء المخالفه الماليه او حتى الحبس يعني لايام بضعه ايام او نوع من هذا التعزير يعني، حتى يكون في عبره للاخرين. طيب شيخنا في اشخاص بمرض ولكن للاسف لا يوجد اي شخص يشتري له اغراضه او اي شيء بيطلع عارف انه مريض ولكن بكمم على نفسه بغطي نفسه بروح بيشتري اغراضه او ادويته وبرجع نعم. فهل في حل لهذا الشخص عشان ما يدخل في الحكم الشرعي اللي حكيناه سابقا صحيح الله يحفظك الاصل انه مثل ما قلنا احنا انه الضرر يزال والمريض آه يوضع في الحجر آه فاحنا بالنسبه لنا آه طبعا الحل الفعال يعني بنتكلم من ناحيه العمليه اي شخص طبعا عنده محتاج حدا يوصل له يجيب له اغراض او يجيب له ادويه او يجيب له ايش مكان او يوصل اولاده او ياخذ يدير بالهم يتواصل مع المسجد يعني مسجدنا ولا اكاد يعني اجزم انه ما في مسجد في في مدينه اوتوا أو واغلب المدن يعني حتى في الغرب ما في مسجد كبير يعني جامع الا وفيه فريق من المتطوعين مستعدين على يعني على اسرع ما يمكن ولعلك تذكر قبل بضعه ايام المساله مع العائله اللي كانت في العنايه المركزه وكيف ذكرت لك انه هب لمساعدتهم آه لمساعدة أولادهم يعني آه أكثر من مئة عائلة اتصلوا في واتصلوا في المسجد آه يقدموا الـ خدمة أنه الأولادهم كانوا في البيت لحالهم المساكين الأب والأم كانوا في العناية المركزة وخلال يعني اليوم اتصل في أكثر من مئة شخص اللي بيعرض إنه يأخذ أولادهم يحطوا في بيته واللي بيعرض أنه يزورهم واللي يروح يطلع عليهم واللي يطبخ لهم واللي كذا يعني الخير في أمتي إلى يوم القيامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نؤمن به ونصدقه في مصداق يعني وشاهد له آه وبالاخر احنا نقول يعني عمليا ما في داعي لاي شخص آه يخرج من بيته اذا كان مريض اطلاقا ما في اي داعي آه وانما هو يتواصل هلا اذا صار مثلا في المسألة احنا بنقول حتى في يعني في الفقهاء تكلم فيها في المريض اللي فيه حجر ايش الاشياء اللي ممكن يخرج فيها قالوا يخرج في مسألتين يخرج في مسألة ذهابه الى الطبيب او ذهابه الى القاضي في مسائل يعني هذه متعلقة بضرورة قصوى غير ذلك يعني حتى قالوا في مسألة انه يعود جنازة حتى يكون جنازة لقريبه قالوا يعني لا يعني لا يجيز له ذلك يظل في بيته ما يخرج لأي مسألة ما يخرج للجمعة للجماعات ما عنده أي يعني عذر يضطر إلى الخروج وإذا كان مسألة متعلقة بتحصيل الرزق أو قيله أو غيره فالناس إن شاء الله تعالى سعد بس يطلب من المسجد إن شاء الله تعالى والمسجد إن شاء الله تعالى يكون أهل المساعدة أنا سؤالي سريع على هذا النطاق هل الذي يستطيع ان يطلب من المسجد المساعده فقط المسلمين او العرب ولا بتقدم المساعده لاي شخص؟ لا احنا بناخذ فحص دي ان اي نتاكد انه عربي بنسبه <applause> سبحان الله العظيم لا طبعا المسجد يساعد ايا من كان يعني كان كان مسلم او او يهودي او كان هندوسي او ما عنده دين الناس تيجي للمسجد للمساعده وفي عندنا ناس يعني في عنا مش بس يعني بالمع... بالمعونات العاجلة في عنا ناس بالمعونات الشهرية من مسلمين ومن غير المسلمين يعني عايشين على المسجد ممن ليس لهم اي دخل ولا مساعده من من الحكومه طبعا في يعني ناس كثير بصير في مشاكل عندها بسبب اوراقها او كذا ومش عارف ايش وبيقع في مازق انه لا الحكومه بتساعده ولا عنده القدره على العمل وبيقعد ينتظر فالمسجد بيساعد هؤلاء يعني بغض النظر عموم الايات والالفاظ الداله في مساعده المسكين ومساعده طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا فالاسير طبعا لا يكون مسلما الاسير دائما يكون كافر يعني فالاصل في انه مساعده اي شخص حتى سواء كان مسلما او غير مسلم هو هذا المنصوص عليه في الشرع يعني. أنا أخذت من وقتك كثير وأنا عارف عندك محاضرة ولكن في نهاية هذا اللقاء يعني. آه أخي ماجد أنت أصبت مرتين وأنت في ريعان شبابك كما يقال وبصحة وعافية وأدامها الله عليك وعلى عائلتك وعلى والدتك إن شاء الله يحفظ يعني. لك إياها بدي في اخر هذا اللقاء ماذا تريد ان تقول لاخواننا في رساله منك لابناء هذه الجاليه الذين يسمعونك الان او سيسمعونك لاحقا ان شاء الله يحفظك يعني أنا ما بحب اخترع شعارات وإعلانات جديدة، الناس صار والله آلاف من السنين من يمكن لعله من قبل الإسلام يقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج، خليكم احفظوا أنفسكم احفظوا أولادكم، الموضوع محتاج مسؤولية، المرض ليس بالهين، يعني وإن كان هيناً عليك وعلى أسرتك أو أنت فاكر حالك أبضاي أو فتوة، فالمرض اللي أنت يكون معك ممكن يعدي غيرك من غير ما يكون عندك انت حتى الاعراض يعني ممكن تصاب بالمرض وتنقله غير ان تشعر به وهذا ثابت طبيا وثابت طبعا حتى آآ يعني في آآ يعني الابحاث وغيرها فيعني لعل الانسان يعني ياخذ الحيطه والحذر ما في افضل من انه هو يعني يتجنب هذه مواطن الشبهه وانه يوقع نفسه في مساله انه ممكن لعله بسبب لقائه في فلان كما تفضل الدكتور بسبب خروجه لمسأله غير ضروريه ممكن تؤدي الى انه التقى في صاحبه، صاحبه رجع البيت في بيته ابوه كبير السن وانصاب العم الكبير بالسن وادى الى وفاته، وتكون انت سبب في وفاه احد من الناس بغير ذنب يعني، طبعا ما بدك يكون في رقبتك حد يوم القيامه ياتيك سواء انت عارف او غير عارف، الاحوط انه الانسان يحتاط لنفسه، يحتاط لاولاده. ويقتصر على التجنب تجنب يعني الخلطة مع الناس وتجنب تفشي المرض أو لا أنه يذهب إلى الأماكن اللي فيها التفشي أكثر ولا أنه هو ينقلها إلى ناس والله المستعان آمين في نهاية هذا اللقاء أنا حابب أشكر صديقنا وأخونا الأستاذ ماجد الجرار على وقته الثمين حابب أشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا أو حيحضروا هاي الحلقة لاحقاً ويستفيدوا منها إن شاء الله أو يفيدوا غيرهم نتمنى لنا ولكم ولعوائلنا ولعوائلكم ولوالدينا ولوالديكم دائما تمام الصحة والعافية ربنا يحفظكم جميعا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم <applause> روحك أمانة البس الكمامة عشان أولادك الصغار الزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين عقم الايدين عشان اصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول الوقايه افضل الحلول اسمع من الحكومه الكلمه لين ما تمر هالازمه هذه الرساله برعايه كنار تي في صوت العرب من كندا